لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. بعد الحكم بحبسها، شمس الكويتية تدافع عن حليمة أبو لهند. احنا مش في غابة. دافعت الفنانة شمس الكويتية على الإعلامية الكويتية حليمة أبو لهند بعد ما قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس الأخيرة عامين مع الشغل والنفاذ وغرامة 2000 دينار كويتي بتهمة التحريض على الفيسبوك فيور. ونشرت شمس مقطع فيديو عبر حساباتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي منها انستغرام، قامت خلاله بالدفاع عن حليمة أبو لهند وتحدثت مع متابعيها عن تفاصيل إلقاء القبض عليها وحبسها. وقالت شمس الكويتية: أنا متأكدة إن المحكمة والقضاء الكويتي هيراجع القضية اللي تعرضت لها حليمة أبو لهند. كل بنت في الدنيا تتعرض إنها تثق في شخص وتتعرف عليه وتحبه وإنها تعاش شخص يستغل عشرتها ومحارستهم ضدها. وأضافت: ده بيحصل مع أحسن العائلات في الكون وحصل مع 10 في البنات في الدنيا وإحنا مش في غابة. أكيد الإنسان بيحب ويتحب، واللي حصل مع حليمة حصل مع بنتك أو أختك أو أمك. ولا تتهموا خلق الله، وأنا حزينة ومتضايقة على التهم اللي قاعدين يلبسوها لحليمة أبو لهند. وكان إحدى الأشخاص قد اتهم حليمة أبو لهند بأنها حرضته على الفيسبوك والفيديور عبر صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها. وعلى الجانب الآخر قالت بلاند أن هذا الشخص هو من أساء إليها بالسب وقامت برفع دعوى قضائية ضده. وفق التحقيقات فإن محامي الطرف الآخر قدم تسجيل صوتي لحليمة بلاند تضمن التحريض على الفيسبوك والفيديور ونفى سرقة هاتفها من قبل موكله، وأكد أنها قامت بإرسال الصور فيديوهات قد فضح لها. وقال أن هاتف حليمة هو أرسل الصور فيديوهات وأن هاتف موكله كان في مكان بعيد عنها وقام بتسليم تسجيل صوتي لها وهي تحرض موكله على الفيسبوك والفيديور. وخرجت الفنانة شمس الكويتية عن صمتها مؤخرا بعدما تداول رواد التواصل الاجتماعي خبر عن زواجها سرا من سياسي عراقي ونفت الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي قامت خلاله بتوضيح الأمر متابعيها.